السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء، المستوى الثالث إعدادي، مرحبا بكم. إذا في إطار توضيح بعض المعلومات الخاصة بالإبراز البولي وكذلك الاستعداد للامتحانات المحلية القادمة، أقدم لكم بعض الفيديوهات خاصة بكم من SVT، من الإبراز البولي، من الإكسكريسيون يورينير. دابا نتعرفوا على بيان سور كاين هناك اختلاف بين الجنسين، بين الرجل والمرأة، ولكن نفس الدور ديال الكليتين اللي تلعبهم هنا هي يصفي الدم من فضلات الخلايا، لكن كل من مرأة أو من رجل، كل من الجنسين له جهاز خاص به. المهم هنا كاين الكليتين لي غان، وهنا يمر ما يسمى بالبول عن طريق الحالب، نسميه الحالب أو بالفرنسية إيغوتير. من بعد يمر إلى ما يسمى بالمثانة VC يورينير. هنا فاش يشعر الإنسان بضيق، يعني حساسة جدا لهذا المكان الفيسي يورينير، عندما يكون هناك امتلاء يجب تفريغه فورا بدون انتظار. إذا هذا يسمى فيسي يورينير أو ما يسمى بالمتانة. هذا ما يسمى بسفانكتر ميسكل، هذا ماشي مع البروستات، لا هذا غير الميسكل، أنا خاص بالمثانة بحال الإقفال أو فتح المثانة سفانكتر مشكل. وهنا يسمى بالإحليل إيغوتير إلى خارج الجسم لدى المرأة ولدى الرجل. هذا يسمى فتحة خاصة بالبول أوريفيس إيغونير، وهذا ما يسمى بلوتراجي دو لين. مهم، إذا الدم يكون مشبعا بفضلات الخلايا ويمر عبر هذا الشريان الكلوي، يسمى بالفرنسية أرتير غينال معناه كلوي. يتم تصفية الدم من فضلات الخلايا وتكوين البول، والدم يكون مصفى ويخرج من الوريد، لاحظوا من الوريد الكلوي مصفى، مهم جدا. ثم البول يمر من الكليتين يعني غان، ومن ثم ايغوتير، من ثم VC يورينير ايغوتير ايغوتر باردون يوريتر اوريفيس اورينال وخارج. هذا هو لورغانيزاسيون دو لاباري اورينير دو لوم ا، و لورغانيزاسيون دو لاباري اورينير دو لا فام بي. اذا هذا كما قلت لكم يسمى بالشريان الكلوي، حافظوا معايا، هذا يسمى بالشريان الكلوي، يكون مشبعا ب بفضلات الخلايا من الوسط الداخلي، خصوصا الأحماض الأمينية. يعني هناك بولة، هناك ليرين يسمى يوري لاسيد يوريك، كلها كرياتينين، يصفى الدم ويمر عبر معهد إيغوتير الحالب ثم إلى البولة في سيورينير وإلى الخارج من طريق إيغوتير. إذن باش نوضح لكم هنا الصورة، بالنسبة للصورة يمثل الجهاز البولي لدى الأرنب،
voilà, représente un appareil urinaire du lapin. الجهاز البولي خاص بالأرنب. هنا الجهاز البولي الخاص بالإنسان مصور عن طريق الراديو. فهمت؟ فوالا هنا تبين لكم بوضوح الكلياتين وكذلك الحالب والمتانة. هذا الجسم ديال الإنسان ولا الأرنب. كان هناك تشابه بين الجهاز البولي للأرنب والجهاز البولي للإنسان. لورين من البول élaborée de façon continue par les reins et conduite par les ureters. Non, les ureters, mais le حليب. Il y en a l'aول والثاني, les ureters. Dans la WC. C'est dans la WC de l'insane. Dans le matin de l'insane. هنا فاش يمتلئ البول النهائي ويشعر الإنسان بضيق هنا في هذا المكان. كذلك هو مثال بالنسبة للأرنب. Voilà. Il est évacué à l'extérieur de façon intermittente par l'urètre. L'urètre هو الإحليل والذي يؤدي قناة تؤدي يمر من خلال البول إلى الخارج. ما وضحت لكم هنا بالضبط ولكن موجود في الأسفل. وضحت لكم في هذاك رسم تبياني خاص أو الجهاز التبياني الخاص للمرأة وللرجل. الجهاز البولي للمرأة والرجل. إذا نكتفي بهذا القدر من المعلومات وإلى اللقاء في حلقة قادمة من حلقات توضيح تفسير وتبسيط معلومات خاصة بعلوم الحياة والأرض الخاصة بالمستوى الثالث إعدادي.